مبسوطه بالفيلم، الناس طالعين من الفيلم بيفكروا قوي، مش بس يعني الاراء اللي جات لي ما كانتش على نظري تحديدا على قد ما هي كانت على الفيلم، ان هو يا انتوا فعلا مسكتوا جميع انواع العلاقات اللي موجوده، انتوا طب انا شبه مين، طب دي بتفكرني بمين. يعني المشاهد لما خرج من الفيلم كان فيه تفكير كتير قوي في الفيلم بعد كده، دي حاجه انا شايفاها ان هي كويسه قوي ان احنا عرفنا نوصل لده. ما خفتيش من شخصية نازلي؟ شخصية متحررة، شخصية بعت مش بعت صاحبتها، خدت جوز صاحبتها او اللي هي كانت بتحبه، ما خفتيش من رد فعل الناس؟ الناس ممكن تكره الشخصية دي؟ لا، عايزين يكرهوا الشخصية يكرهوا الشخصية، ما تفهمونيش انا. لا خالص. يعني ان انا دايما بقعد اقول ان ما ينفعش ان يعني الشعب المصري غالبا هو الشعب الوحيد اللي ما زال لسه فيه الحتة بتاعت ان انتوا بتفتكروا ان احنا كده، احنا مش كده خالص يعني، وده تفكير راجع جدا ولازم يتكسر بجد. يعني مش عشان واحد طلع قتال قتلة ولا واحد بيغتصب حد ولا حاجة بشعة كده، ولا واحدة بنت طالعة مقاييسها مش يعني ايدي شويه وكده، معناها ان هي دي في الحقيقه خالص. انا ابعد حاجه عن نظري في العالم، يعني نظري دي في حته وانا في حته ثانيه خالص، ولا اي صفات حتى من جوه بره ولا الهوا. ممكن غالبا ان انت عشتي بره ممكن، ولا مين قال ان نظري اللي كانت قاعده بره متهيالي، ولا ما قالتش لا خلاص هي دخلت في سيرتها. لا يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن احس ان انا ونازلي قريبين في بعض هي شكلنا، ان احنا الاثنين ستايلنا كول شويه، سيمبل قوي، مش بنقور حاجات كده. ده ممكن تبقى الحاجه الوحيده اللي ما بيني وما بين نازلي متصله ببعض، غير كده انا حاجه ونازلي حاجه تانية تماما. فما ينفعش الناس تحكم عليا عشان اتفرجت على الفيلم، يعني ده شخصيه، ده دور مكتوب متاخد من شخصيات يا اما خياليه او ناس حقيقيه في حياه الكاتب، يعني فاهم قصدي؟ في الواقع اكيد الشخصيه دي متاحه، اكيد الشخصيه دي موجوده. دخلت البنات في الحياه دي متاحه جدا طبعا، موجوده بليفلز يعني، فاهمه؟ ممكن يبقى حد يقول نظري موجوده جوايا 2% مثلا، بس انا اكتر زي شخصيه ايتن او شخصيه شالي او شخصيه ساره او يعني ايا كان. ممكن حد تاني يتفرج على الفيلم يقول لا هي ماضي، انا كده ابتديت ماضي من قريب، بس كلها حاجات يعني بعمل فوتو سيشن علشان في ناس عايزين ينزلوا مقاله على مين فين ومعيش صور، فبروح مع صاحبتي صور بعمل سيشن يعني. لا خالص، بس فوتو سيشن عادي يعني، اروح لصاحبتي اقول لها صوريني بليز كام صوره، فطب اوكي بدل ما نصورك كام صوره ممله تعالي نعمل فكره لذيذه فنعمل شوت. لو انا قررت ان انا عايزه ابقى ماضي او ان انا عايزه اعمل حاجه، يعني ايه مثلا اكتر براند انت بتحبيه في العالم؟ اي حاجه مثلا لو هما جم قالوا لك احنا عايزينك تبقي الموديل بتاعتنا السيزون ده، هتقولي لا؟ لا هقول اه. هتقولي اه؟ لو اكتر براند مثلا، يعني انا مثلا لسه عامله شوت من اسبوع او اسبوعين حاجه كده لواحده صاحبتي اسمها نهال باشا، بتعمل شنط وبترسم على الشنط يدوي هاند ميد، حاجات رهيبه من الجمال. وانا دايما كنت بلبس شنطها يعني علشان كنوع من الدعايه يعني وبتاع، ان انا بساعدها وكده وبحب الشنط قوي وبيليقوا على كل حاجه. لا مش دي. في الجامعه الامريكيه بدرس مسرح وبدرس اخراج وتمثيل، وعملت 38 بروجكت في الجامعه كتمثيل، وكانوا اسعد 4 سنين في حياتي عشان انا بعشق المسرح، يعني بموت فيه. لكن للاسف المسرح ما بقاش زي ما هو زمان. انا وحاجه كويسه ان انا اشتغل عليها ديفينتلي هاخدها وهنزل مسرح تاني.